راديو نيل على نفس الموجة نغم اف ام، لسه مع حضراتكم ولسه معانا الأستاذ عزة الدين اللي عامل دور حلو جدا في مسلسل اختيار اتنين إمام مسجد المنيا. احكي لي من أول ما جات لك المكالمة. مكالمة الشغل؟ أي أول ما قالوا لك على الدور ده؟ أول ما قالوا لي طبعا أنا كنت شفت الاختيار واحد طبعا وتمنيت، يعني هو ده احيانا الواحد يتمنى حاجه وتتحقق، كتير ده بيحصل لي الحمد لله. فانا تمنيت ان انا اشتغل في الاختيار، وخاصه ان هم يعني عرفت ان هم قرروا ان اللي اشتغل في اختيار واحد ما يشتغلش في الاختيار اتنين، فقلت طب خلاص الحمد لله، قلت الحمد لله عندي في فرصه عندي فرصه المجال بيتسع يعني. فهم كلموني عن الشخصيه وقالوا لي ما تشغلش بالك بحكايه النص، حكايه ان يبقى في حوار وكده ما تشغلش بالك بيه، دي حاجات بتتركب واحنا بنشتغل. وفعلا لما رحت قابلت الدكتور بيتر ميمي وحضرت الشغل الاولاني، كان مشهد الكريم عبد العزيز جنب المسجد يعني، اشتغلت المشهد الاولاني ده، وتاني يوم صورنا المشهد ده بتاع تفضع اعتصام رابعة في المحافظات المختلفة، وكان مفروض شغلنا احنا في المنيا. عايز اقول لحضرتك انه يعني كتبنا ده هو بيملي، هو شايف عنده رؤية واسعة شوية وعنده تخيل، فخد جمل الحوار الموجودة واضاف عليها كتير وبدأنا نشتغل التصوير. يعني انا كنت ماشي مش راضي قوي، يعني ما عنديش احساس بالرضا ان دي حاجه مشبعه بالنسبه لي، لكن لقيت انه عامل دعاء للشيخ ومبطن بيه مشاهد الجثث ودخان والحاله اللي كانت موجوده في فض الاعتصام، فكان من امتع المشاهد واللي عمل التاثير بالغ جدا، وناس كتيره جدا اتكلمت عنه، وده خيال المخرج الحقيقة يعني. فكرة أعمال تكون توعوية أو أعمال تكون تخاطب المواطن علشان تشتغل على الوعي بتاع المواطن، لأنه فكرة الوعي دلوقتي فكرة ما بقتش فكرة ترفيهية أو فكرة رفاهية، لا دي فكرة أساسية في حياتنا، لأنه الحرب دلوقتي حرب على الوعي. بالظبط، حرب الإشاعات، حرب يعني حتى تاريخنا دلوقتي في محاولات لتزييفه، حتى أثارنا في محاولات لسرقتها. يعني بصراحة احنا بنتعرض لحملات يعني واضحة وصريحة مستهدف بها وعي الإنسان المصري. فكرة انك انت تبقى فنان تساهم في أعمال تناقش أو تستهدف وعي الإنسان المصري، انت شايف الفترة الجاية احنا محتاجين ايه؟ ايه الاعمال اللي او ايه القضايا اللي محتاجين ان احنا نناقشها مش بس على خشبة المسرح، نناقشها في الدراما التلفزيونية؟ احنا محتاجين نعترف ان احنا عندنا مشاكل كبيرة على مستوى الوعي وعلى مستوى الخطاب الثقافي وعلى مستوى الخطاب الديني. يعني دي مشاكل حقيقية موجودة، ومحتاجين ان احنا نقتحم القضايا اللي من النوع ده، لانها اللي هتعمل جيل مختلف عن الاجيال اللي احنا تعبنا معاها او تعبنا على ايديها. احنا من 2011 لغاية دلوقتي يعني عايشين تداعيات حالة حصلت نتيجة خطاب ديني زائف من وجهة نظري يعني. الخطاب الديني ده اثر على الوطن تأثير بالغ جدا، وفي أجيال كتيرة ما زالت متأثرة بهذا الفكر، فلازم احنا ما نسمحش ان التاريخ يتكرر مرة تانية بنفس الآلية، لان احنا عايشين في الأزمة دي من سنة 28 ساعة تأسيس الجماعة. لازم نخرج من هذه العباءة من خلال خطاب ثقافي وديني مختلف تماما. طيب جبت لك كده ورقة وديتك القلم بتاعي وقلت لك هتكتب لي إقرار أقر أنا المذكور أعلاه عزة زين، هتقر بإيه؟ أقر أنا عزة زين أن مشكلة التعليم في مصر
هي القضية الأولى الأولى بالرعاية.